طيب خلينا نروح بقى نرجع لمصر شوية، نشوف أحد الفنانين الكبار الحقيقة أحمد رزق بيقول إيه النجم تريزيجيه. كابتن تريزيجيه منور مصر، منور بلدك، السلام عليك. انا متاكد ان انت ان شاء الله هتتخطى الفتره دي وهترجع احسن من الاول، لان انت طول عمرك عندك اراده وقادر ان شاء الله ان شاء الله ترجع احسن من الاول بكتير. ثالثا بقى، يعني انا مبسوط انك موجود النهارده على قناه النادي الاهلي اللي هو بيتك الاصلي وناديك المفضل، واتمنى اشوفك عن قريب ان شاء الله. تحياتي. استاذ احمد رزق طبعا ده ممثل كبير وراجل محترم، اتواصل معاه دايما، بتطمن عليه على طول. والله مبسوط جدا ان هو ده عامل النهارده الفيديو. احنا لما كلمناه الحقيقه كان يعني كان الموضوع ان هو صعب ان هو يعمل الفيديو، لكن قال لا انا هطلع واعمل الفيديو، لان هو شغله في الساحل بيغير جو وكان يعني في قعده عائليه الحقيقه ساب كل ده وعمل الفيديو مخصوص عشانك يا تريزيجيه. رزق جميل الحقيقه، من الناس الجميله جدا واللي مصر كلها بتحبه يعني، وانت يعني مسهل لنا الدنيا يعني. الحمد لله الحمد لله.